رغم مرور 10 أيام فقط على افتتاح محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلا أن تلك المحطات تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين وجدوا فيها ضالتهم التي توفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى وجهاتهم المختلفة. جهد تعدد المركبات التي قد لا يصل البعض منها بالأساس إلى وجهاتهم المقصودة وجهد الوقت باختصار زمن رحلتهم إلى ثلث الوقت المعتاد تقريبا. فرضت عليا الوقت، يعني أنا كنت باخدها من هنا للشغل في أمارات العبور كان ممكن ساعة إلا ربع، المترو 25 دقيقة. السرعة والنظافة ويعني بيسهل عليا الوقت في الوصول للمشوار نفسه. وفرت كتير عشان احنا كنا يعني عشان انزل العتبة واجيب حاجتي كده كان صعب عليا، بس دلوقتي صار يعني ربحنا الوقت. انا باخد الفترة من الشروق لرمسيس كانت ساعتين، دلوقتي مش بتكمل نص ساعة لما اتعمل المترو والخط الجديد ده. صراحة الخط الجديد ده 100 100 عدلي منصور للعتبة. القطر حضرتك بمجرد ما بيقوم من محطة عدلي منصور لغاية محطة العتبة بياخد حوالي 38 دقيقة. بالنسبة طبعا للمواصلات العادية برة مش أقل من ساعتين ساعتين ونص. فزمن اللي احنا عندنا هنا الراكب بتوفر عليه وقت كبير جدا. محطة عدلي منصور واحدة من محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، والتي وبمجرد دخولها الخدمة وحتى قبيلها تطبق بها الإجراءات الاحترازية المختلفة المعمول بها في مرافق النقل العام، وبخاصة ارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الآمن. الكمامات دي أول حاجة، القفازات، التباعد الاجتماعي طبعا زي ما صورته بره قدام شبكة التذاكر وفي المصاعد والكلام ده، والتطهير والتعقيم مستمر طول اليوم خلال تشغيل المترو. يعني في التزام اكتر بلبس الماسك وكده، والناس اكيد يعني عندها وعي كافي يعني. وطبعا في اللي هي الرساله الصوتيه دي من وقت لاخر بتبقى موجوده في اي محطه يعني. لا، ما حدش بيخش من غير كمامه خالص يعني، دايما في ناس واقفة ما بيدخلش حد استحالة من غير كمامة. وهكذا أضحت محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق ملاذا آمنا لمرتادي هذا المرفق الحيوي الذي يخدم آلاف المواطنين يوميا. سارة متولي، التلفزيون المصري.